أنا ما مستعد صلي تراويح ولا بقدر صلي تراويح. جزء من رسالة وصلتنا نسمعها مع بعض. كل سنة بحكي بدي صلي تراويح بس جد ما بقدر، يعني بعد كل الأكل اللي باكله بكون مش صاحي وفعلا مش مركز وما بقدر أروح التراويح. شيخ يحيى أنا مش قادر أصلي تراويح، أقول لك ما بدي أصلي، يعني بعد كل الأكل اللي باكله أي والله ما بقدر أصلي، والله ما بقدر. ما بيقدر يصلي تراويح ولا مستعد يصلي تراويح، ليش؟ من الموائد للأسف، موائد الطعام اللي عم نفرشها في رمضان وبتكون عامرة بكل أصناف الطعام. يجب أن نتقي الله في موائدنا. يقول السيد محمد خير: يجب أن نتقي الله في موائدنا فلا نجعل رمضان ميدانا للتنافس في حمى الاستهلاك، لأن فلسفة رمضان قائمة على كسر حمى الاستهلاك لا الزيادة فيها. فنراقب مائدة الإفطار ولا نجعلها تختلف عن الموائد خارج شهر رمضان. يجب أن تكون كحد أقصى مائدة شهر رمضان. يقول الكاتب محمد خير موسى برأيه: يجب، وأنا أتفق معه تماما، يجب أن تكون متطابقة كحد أقصى مع مائدة الغداء كما ومضمونا وعددا دون إسراف ولا تبذير، وأن نركز الاستهلاك على الذي يبقى لا على الذي يذهب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كما أخبرنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذبح الشاة ووزعها وبقيت الكتف، سأل السيدة عائشة: ما الذي بقي؟ قالت له: بقي الكتف وذهبت الشاة. قال لها: بل بقيت الشاة وذهبت الكتف. أيضا أعجبتني مقالة للأستاذة ديمة السكران عن الحكمة في الشبع والجوع في رمضان، كتبت فيه معاني رائعة. يقولون أن رمضان شرع لكي نشعر بجوع الفقراء، لكن أليس في الشعور بتخمة الشبع حكمة أكبر؟ هذا الشهر هو تجسيد حقيقي لخيبة شهواتنا الكبيرة التي يسعرها الحرمان فينا طول شهر رمضان. لحظة الإفطار منلاقي حالنا رغم عطشنا الكبير ما قادرين نشرب أكثر من كاسين من السوائل من كل الأصناف الباردة اللي صافينها على الطاولة قدامنا، ما بنقدر نشرب إلا كأس أو كأسين. رغم جوعنا الكبير ما قادرين ناكل أكثر مما تتسع له بطوننا من كل هالأطباق اللي بقينا طول النهار نتعذب وبشم روائحها وبتحضيرها أيضا. الجوعان بيشبع بقطعة خبز مثل ما بيشبع بطبق من لحم الخروف، والعطشان بيرتوي بكأس ماء مثل ما بيرتوي بكأس من أي أنواع العصير. وأيضا ينطبق الأمر على كل الشهوات الأخرى، على موقع البيت اللي عم تعيش فيه، على درجة فخامة الفرش، على سعر الملابس، وعلى نوع السيارة كمان اللي عم نستخدمها. رمضان جاء ليعلمنا دروس عظيمة. نحن منشتهي دوما ما يفوق احتياجنا، ونزهد بما في أيدينا، ونكفر بالنعم في حين أننا قادرين على الاكتفاء بالقليل. فشو الداعي لأن نضيع حياتنا عم نتحسر على أمور لو ما تيسرت إنا في الدنيا ما بينقصنا شيء أبدا. فعليا كتير منا بيحتاج إنه يتأمل بهالمعاني ويحاول يضبط نفسه عند شهواته وحاجاته. رمضان إجا فرصة لحتى يهذب جوعنا وشبعنا من كل شيء بنحبه. الدنيا مليانة شهوات ممكن تخلينا نركض وراها حتى نتعب. خذ حاجتك منها بما يرضي الله، ترى كله رايح.